شددت مقررة لجنة السكان بالحوار الوطني نيفين عبيد على أن ملف الزيادة السكانية شهد كماً كبيراً من المبادرات التي تحتاج إلى المتابعة وقياس النتائج، مشيرة إلى أن هناك إشكالية كبيرة في القضية السكانية. جاء ذلك في لقاء مع التلفزيون المصري على هامش الجلسة النقاشية للجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني. كان عندنا تراكم في مسألة التقييم والمتابعة وحرص عليها، ربما ما كانتش ظهرت القضية السكانية لغاية دلوقتي. يعني أنت بتناقش القضية السكانية لأن عندك مشكلة، مش بتناقشها علشان أنت ما عندكش مشكلة. فأنا بتمنى على ممثلي الجهات الرسمية وخاصة الوزارات والمشاريع القومية وغيرها أنهم يقفوا معانا في الاعتراف بالأزمة. يعني ممكن يكون ساتسفايد أو عنده رضا بتدخلاته، لكن لا تنكر وجود الأزمة. إذا اتفقنا أن هناك إشكالية في القضايا السكانية، علينا جميعا أن نقول أن هناك أزمة في الزيادة السكانية. إذا هناك أزمة تتعلق بالسياسات العمل، يبقى نلتفت إلى هذا وناخد خطوة لورا، عفوا لقدام، بما يخلينا نخرج بقى من حيثية الدفاعية والديفنسنج اللي بيحصل من وقت للتاني.